جدد عدد من شباب التغيير في المكلا في محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن المطالبة بسرعة تشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. شرعية الشعب تجب جميع الشرعيات، فالرجاء استعجال بإعلان المجلس الانتقالي، ويعني أشد على أيادينا أخواننا في جميع الساحات في جميع أرجاء اليمن. نحن في الساعات الأخيرة بإذن الله سيعلن النصر. أقول لجميع عوان الطاغية علي عبد الصالح أن يلحقوا له بالرحيل، وهنا الشباب ماضون في ثورتهم ومستمرون وصامدون، ونأمل أن تحقق أهدافنا في القريب العاجل إن شاء الله. نحن نرفض أي تدخلات في شؤون الثورة، ونحن مستمرين في الثورة، نرفض أي مبادرات لا تنص صراحة على تنحي النظام هذا وتغيير النظام. لا رجوع عن الانتصار الذي حققته الثورة الشبابية. نرفض جميع المبادرات التي تريد إطالة هذا عمر هذا النظام المتهالك، ونشتهي مجلس انتقالي فوري. وشهدت مدينة المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن أمس الجمعة مسيرات حاشدة، كما نظم مهرجان جماهيري تأييدا لمطالب الثوار بتشكيل مجلس انتقالي ورفض كل مبادرة لا تنص على رحيل ما وصف ببقايا نظام الصالح. يا جندي يا سامي في مدينة تريم بحضرموت تظاهر آلاف للمطالبة بمجلس انتقالي وجددوا التزامهم بمرجعية الشرعية الثورية. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة أحمد شلفي. أحمد، أمام استمرار مطالبات الشارع اليمني بتأسيس مجلس انتقالي وموقف المعارضة اليمنية وموقف القائم بالأعمال، كيف يبدو الوضع اليوم؟ إلى أين يتجه؟ نعم، أولا بعيدا عن الجانب السياسي أريد أن أقول لك بأن المراقب والمتابع لما يحدث الآن سواء في صنعاء أو في جميع المحافظات اليمنية ربما يستطيع التأمل والتنبه إلى أنه هناك فترة فراغ سياسي حقيقية، وأنه لا بد من الانتقال السلمي للسلطة. أنا اليوم مثلا خرجت للتجول في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، والحقيقة رأيت الكثير من الدلائل. هذه الدلائل: أولا هناك أزمة اقتصادية خانقة، هناك أزمة خدمات كبيرة جدا، هناك أنا أعتقد بأن 80% من الوزارات مغلقة، خاصة تلك الوزارات وهي 10 أو 12 وزارة وكثير من المؤسسات مغلقة أيضا، وهناك طبعا حكومة معطلة وهي حكومة تصريف أعمال، والآن طبعا بسبب غياب كبار المسؤولين هي يعني متوقفة، وبسبب غياب الرئيس صالح أيضا في الرياض متوقفة. أيضا تجولت في الأسواق، تجولت في محلات يعني إفران الخبز، وتجولت أيضا في كثير من المناطق، رأيت مئات السيارات طوابير طويلة متوقفة بجانب هذه المحلات.
المحطات التي لا تستطيع أن تمد هذه السيارات بالبترول. إذا نحن أمام أزمة خانقة اقتصادية، إن لم يكن السبب فقط في أن هذه الثورة هي التي ستحقق الإنجاز يعني القول بأن نظام صالح قد أصبح هناك في شبه فراغ سياسي، فالأزمة الاقتصادية ستكون كارثة محققة بالنسبة لي. ومن ثم فليس أمام السياسيين أو المراقبين أو حتى تلك المصادر أو حتى تلك يعني الأطراف الدبلوماسية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، نعم، سوى الاقتناع بأنه لابد من انتقال سريع وسيل من السلطة قبل أن يحدث يعني تحدث مشكلة حقيقية وكارثة حقيقية في البلاد. بالنسبة للجانب السياسي طبعا ليس هناك جديد، طلب نائب الرئيس من الشباب ومن المعارضة أسبوعين. هناك الكثير من المراقبين يعتقدون بأنه لا يستطيع أن يتم أسبوعين كاملين لتحقيق التهدئة والأمن والغذاء والاقتصاد وتوفير البترول، وإنما هو أراد أن يفعل شيئا خاصة في ظل عدم رغبة أقارب صالح وخاصة الموجودين في المراكز العسكرية، نعم، والأمنية أو ما تبقى من هذه المراكز. الآن هناك انشقاقات في الحرس الجمهوري، لا يستطيع هذا الرجل أن ينجز هذه الفترة بسرعة، ولذلك فيبقى التصعيد الثوري كما يقول الثوار في الساحات. وللعلم أريد أن أقول لكم فقط بأن هذه الساحات ما زالت معتصمة، وربما البعض لا يدري بهذا الأمر أو لا يستطيع أن يدرك هذا الأمر، معتصمة منذ 4 أشهر ويتحدث عن التصعيد الثوري وماضية فيه، وهناك بعض الائتلافات الشبابية الآن تقوم بإعداد أسماء وطنية لها يعني صيت ذائع في اليمن لتكون يعني في عضوية هذا المجلس الانتقالي. أشكرك جزيل مراسل الجزيرة أحمد الشلفي، كنت معنا من صنعاء.